هيا بنا نتعلم كيفية العثور على بطاقات تقرير الطلاب في SkyWord Cumulative باستخدام جهاز الكمبيوتر المحمول أو المكتبي. أول شيء عليك القيام به هو تسجيل الدخول إلى SkyWord Family Access. يمكنك العثور على الرابط على موقع Edmonds School District ضمن علامة التبويب Families. قم بتسجيل الدخول إلى Family Access باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. إذا كنت لا تتذكر اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك، فانقر فوق الرابط نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وسوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على التعليمات. بمجرد تسجيل الدخول سترى صفحة تحتوي على عدة مربعات بما في ذلك مربع المحفظة. في حالة عدم ظهور ذلك انقر فوق السهم لأسفل بجوار أيقونة الصفحة الرئيسية وحدد الوصول العائلي. في هذه الصفحة ستجد جميع بطاقات التقارير التي تم تحميلها إلى الملف الشخصي للطالب. قد ترى أيضا مستندات أخرى مثل تقارير اختبارات الولاية. لعرض بطاقة التقرير انقر على أيقونة التوقيع بجوار بطاقة التقرير التي ترغب في فتحها. سيتم فتح نافذة منبثقة تطلب منك تحديد المربع الذي يحمل علامة أوافق. انقر فوق حفظ. يمكنك الآن النقر على أيقونة التنزيل الموجودة بجوار بطاقة التقرير. اعتماداً على المتصفح الذي تستخدمه قد تتمكن على الفور من عرض المرفق الذي تم تنزيله مؤخراً. إذا كنت تستخدم جوجل كروم فحدد موقع رمز التنزيل بالقرب من الزاوية اليمنى العليا من المتصفح. اضغط عليها لعرض بطاقة التقرير.